مع دخولها شهرها الثاني تجددت المظاهرات في إيران ليلا في عدة مدن إيرانية في أرجاء البلاد للمطالبة بالحقوق المعيشية والسياسية والإفراج عن آلاف المعتقلين القابعين في سجون النظام. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بتغيير نظام البلاد الثيوقراطي والذي يحكم البلاد منذ 38 عاما. بعد أن تراجعت نسبيا بسبب القمع والاعتقالات، ها هي الاحتجاجات في إيران تدخل شهرها الثاني بنفس القوة التي بدأت بها، ولعل النظام لم يعد قادرا على امتصاص غضب المحتجين، فكعادته لا يقدم أي تنازلات لصالح الشعب. ليس من حل أمامه سوى القمع والقتل والاعتقال، أما الوعود الكاذبة تبقى كاذبة من وجهة نظر الإيرانيين. إذن فإن المظاهرات مستمرة وقد تجددت في عشرات المدن والمناطق، ووثق النشطاء مقاطع خروج المتظاهرين في عدد من المدن، ومنها بندر عباس ونجف آباد ومحافظة أصفهان وكرمان وشيراز مركز محافظة فارس، وهتفوا بنفس الشعارات التي تستهدف مرشد النظام وطالبت برحيله. يشير بعض الخبراء إلى أن الشهر الأول للاحتجاجات قد بين نقاط ضعف النظام، خصوصا في الجانب المتعلق بالسيطرة الأمنية على المظاهرات، كونها أول انتفاضة تشمل أرجاء البلاد من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، فلم تشهد إيران في عهد الولي الفقيه انتفاضة بهذه الشمولية مسبقا، ولعله السبب الذي أربك مراكز صنع القرار الإيراني، إضافة إلى ما حصل من انشقاقات في صفوف قوات البسيج والحرس الثوري. زيادة في البطش وحرمان من الحقوق المعيشية والسياسية والفكرية، تلك دوافع الإيرانيين التي شكلت نواة الانتفاضة الشاملة، وفكرة التغيير تبدو راسخة في التظاهرات من خلال الشعارات المرفوعة. وأما النظام فعليه أن يختار بين التنازل أو بناء مزيد من السجون والمشانق. في سياق تتسع رقعة حركة الإضرابات العمالية التي تعتبر جزءا من الانتفاضة الشعبية وشملت أهم القطاعات الحيوية وكبرى الشركات، وتشهد إيران إضرابات عمالية شاملة منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي، وقد تسببت الإضرابات بأضرار جسيمة شلت من الحركة الاقتصادية.